اهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا الفقرة اعتقد ان كتير من الساده المشاهدين بيحبوها وهيحبوا كمان يتابعوها معانا. معانا دلوقتي حالا نجمه من نجوم ستار اكاديمي في الجزء الاول، هي صوفيا. اهلا بيك يا صوفيا في القاهره اليوم. اهلا بيك، سعداء ان انت معانا النهارده. وخلينا نبتدي معاك على طول ونسال، هل مقتنعه انه في حاجه اسمها لعنه ستار اكاديمي؟ يعني الناس اللي بتطلع من ستار اكاديمي ما شفناش حد على مدى السنتين اللي فاتوا او يعني قدر فعلا ان هو ياخد طريق او يعمل حاجه، هل في حاجه اسمها كده؟ لا، ما بفتكر انه اسمها لعنه ستار اكاديمي، بس هو الموضوع صعب شوي لانه عم تتخرج من ستار اكاديمي بقى والعالم بيحبوك في هذا البروجرام، بيشوفوك باحلى صوره فيك تبين فيها، فهو صعب انك تكفي هذا المشوار بعدين. يعني ما بنبلش مثل كل الفنانين ما ببلشوا، يعني شوي شوي بنطلع، لا نحن بنبلش من فوق، فمن فوق دغري يا بتنزل يا بتطلع شوي او بتخليك على هذا المستوى. بتبتدوا من فوق ولازم تنزلوا لتحت شويه، مجبورين. لان انت لازم تبتدي من تحت، يعني تبتدي من الاول تاني لوحدك بقى اهين. يعني اذا بتبلش من تحت العالم بتقبلوا الخطا لانك مبلش، بس لما بيشوفوك باحلى صوره بقى بيستنظروا منك الاحلى من يلي شافوك فيه، فهذا الشيء اللي بيكون شوي صعب يعني بالمساله. صوفيا، تجربتك في ستار اكاديمي، يعني لو هتقوليها لنا بكلمتين، يعني صعبه قوي مثلا ولا جميله جدا ولا كانت مريحه قوي ولا كانت ايه؟ لا، جميله جدا يعني حلوه. انت وصلتي كنت لغايه فين؟ لغايه اني مرحله؟ انا وصلت كنت سادس واحده طلعت يعني. يعني قعدت لك شويه، قعدت هناك قد ايه؟ قعدت 3 شهور ونص. خلال ال3 شهور ونص ده ايه اللي بيحصل في الاكاديمي؟ هل التعامل مع المدرسين، هل التعامل مع الناس مريح، سهل، صعب، ايه؟ لا، كله جديد يعني، بالعكس كله حلو، كله اكيد في اشياء صعبه، في اشياء يعني في تولد فيك احاسيس جديده ما بتحسها قبل، يعني مثلا انه الجمهور اللي بتشوفه كل جمعه بتطلع، كمان الكريتيك انه الواحد الاساتذه بيعلقوا على تصرفاتك، على طريقه غناك، ما بتكوني متعوده انه حدا يعلق عليك. ايه، فهيدا انه ب3 شهور ونص حسيت احاسيس جديده ما كنت بحسها بحياتي، وعرفت انه تعرفت على الفن وعلى الجمهور وعلى احساسك انك متراقبه يعني في وقت كتير بكاميرات، يعني ده احساسك بيبقى عامل زي حاجه تخنق يعني. هي حاجه تخنق يعني، طول الوقت انت قاعده مرسومه يعني. مظبوط. والكاميرا انتوا بتبقوا عارفين الكاميرات فين؟ بنشوفها يعني. بتبقي شايفه الكاميرا قدامك فين؟ بنشوفها، وحتى لما بنكون نحكي مع بعض شيء اما شيء بتبرم الكاميرا يعني انه وراكي وراكي يعني. ايه الحاجه الصعبه اللي اول ما انت ما دخلتي ستار اكاديمي واجهتك؟ يعني كلنا يعني كانت قصه الكاميرات يعني. انا اعرف اللغه، انت اللغه العربيه بتاعتك. مظبوط، لانه انا كنت عايشه بفرنسا وهيك، فايه بس انه حليتها دغري بفتكر بعد اسبوع او اسبوعين خلص، انه صرت افهم على الجميع وصاروا هن عم بيفهموا علي. دايما كانوا يقولوا لنا انه نجوم ستار اكاديمي على طول اول ما يطلعوا في شركات انتاج هتبقى مستنياهم ومعمول عقود ودول. لا مش مظبوط. لا قولي لي بقى ايه الحقيقه في الموضوع. الحقيقة انه بعد ستار اكاديمي كل الشغل بيكون علينا نحن، يعني نحن بدنا نشتغل، نحن بدنا نروح، نحن بدنا ندور. انت اللي بتدوري على شركة انتاج؟ اكيد. انه في عنا شركة مانجمنت يلي هي ستار سيستم بتهتم فينا وكل شركة شيء. ادارة. مظبوط، بس مش شركة برودكشن. في كتير عالم بيخلطوا بين الادارة والانتاج. هيدي بس ادارة مش انتاج، فنحن بقى علينا انه نجتهد وكل شيء. طب من وقت ما خلصتي بقى ستار اكاديمي لغايه دلوقتي عملتي ايه؟ جهزت البوم باكمله، وهلا عم شوف للفيديو كليب ان شاء الله الشهر الجاي، وقريبا ان شاء الله راح انزل. بس انت بتغني كله بالعربي ولا في عربي فرنساوي؟ هو في عربي، بس العالم يعني عم بيطلبوا مني انه اعمل شيء فرنسي، شوف. بس عم فكر فيها يعني، شوف. عم فكر فيها لانه مزبوط انه نحن شعب عربي، بس في كمان كاتيجوري بتحب تسمعني يعني باشياء غربيه وهيك. الغنى الفرنساوي. جو سوي مالاد. مظبوط. بس صحيت. طب قولي لي صوفيا، انت يعني انت وانت صغيره يعني دايما احنا عارفين لما تسالي حد بيغني كويس صوته حلو غاوي فن، دايما وهو صغير بيبقى حابب شايف مثلا حد معين، ام كلثوم، عبد الحليم، فيروز، يعني انت كنت شايفه مين وانت صغيره ممكن تحبيه وتبقي زيه؟ هو
نحن انا لما كنت صغيره اكيد عشت بالمغرب. يعني راح احكي عن مصر. ديزونك بالمغرب نحن بنحضر كثير افلام مصريه. صحيح. يعني على التي في يعني نحن انه اوكي في عندنا مسلسلات مغربي وهيك بس كثير لا الفيلم المصري طبعا في كل مكان ناس تتفرج عليه بس بالمغرب طريقه انه اكثر يعني كبير يعني تشوفه يعني نحن كنت عم بقولها لصاحبتي انه من ماي بيست فريندز هي مصريه الا انه نحن بالمغرب عندنا 100 تبع عادل امام يعني انه عادل امام يعني مثلا كليوباترا اما شيء بمصر كثير بنحبه. انا عرفت انه انت رحتي بودي جارد. انا رحت على المسرحيه وكثير انبسطت وكثير ضحكت يعني. طب مين بقى قولي لي مين مطربات يعني كنت تحبي تقلديهم وانت صغير او تتمني تبقي زيهم؟ هي كانت اكثر شيء شاديه لما كنت صغير يعني 13 12 سنه هيك بوقف قدام مرايه وبعمل حالي انه انا كيوت. طب ما تسمعينا حاجه لشاديه خلينا اي حاجه. اكيد. سمعينا انت نسمع صوتك شوي. هسمعك وحياه عينيك.